طيب هي الكلام النهارده على الفيجن اسسمنت و انا شايف ان دي مره مهمه، يعني دي مره مهمه مش بس للبيديات الاوفثالمولوجي والحول، هي اي حد مش ناوي حتى يشتغل حول او بيديات الاوفثالمولوجي الفيجن اسسمنت مهم. والفيجن اسسمنت في الاطفال احنا كلنا بنتعلم نقيس نظري، وكلنا بنشتغل في المستشفيات في بدايه نيابته او في بدايه شغله لما كان حد يقول له يقيس نظري يعمل ايه؟ يشغل التشارت، فانوس بقى، بروجيكتور، سمارت سكرين، اي حاجه يقول المريض العلامه مفتوحه فين، يمين شمال فوق تحت، ونقعد نتكلم بالشكل ده. نيجي عند الاطفال والاجابه المنطقيه دايما قيس نظر ازاي يعني؟ ده لسه عيل عنده شهرين ولا ثلاث شهور. فهو ينفع نقيس فيجن لاطفال بري فيربل ومش اطفال، ممكن واحد كبير مش كوبرتيف يعني داون سندروم، ولا واحد عنده منتال ريتارديشن، ولا منتال امبيرمنت، ولا واحد مالينجر، ولا واحد سايكل، ولا واحد مش عايز يرد عليا اصلا، ينفع اسمه نظر؟ الاجابه ينفع. تمام؟ فالفيجن اسسمنت هي مش دايما لما تقول لحد كده تلعب مع الاسد ولا تقيس نظر طفل يقول لك مع الاسد. صعبه، بس هي مش صعبه خالص، هي بس محتاجين نتعلمها. فهي من الحاجات اللي بقولها دايما ان هي تالنت ذات كان بي ليرند. اللي بيشوف الراجل الحلو ده وهو بيلعب الكوره على صباعه يفتكر ان هو جن ومولود عنده السكيل دي، لكن هو قعد كتير قوي يتعلمها لحد بقى عارف يعملها بسرعه. فاي حد فينا يعمل زي يحط الكوره على صباعه ويلفها مش هيعرف، لكن نقعد نتعلم لحد ما نعرف نعملها بسرعه. بس نتعلمها ازاي؟ ليها رولز. قبل ما نعرف ازاي نقيس فيجن لازم نعرف المايلستونز بتاعت الاطفال. انتوا عارفين المايلستونز كلها الا الفيجن. يعني كل الناس عارفين ان الطفل بيروح لدكتور الاطفال بيقول له الطفل ده بيكبر نورمال. صح؟ بيكبر نورمال ازاي؟ عندنا ديفلوبمنتال مايلستونز منها اناتوميكال. يعني نقول ان الهيد سيركمفرنس بتاعه في السن ده قد كذا، طوله المفروض على البرفنتايل كيرف قد كذا، مش عارف رجله تبقى قد ايه، مناخيره قد ايه، كل حاجه ليها كيرف. وحتى الديفلوبمنت فانكشنال مايلستونز ليها كيرف. يعني نقعد نقول الطفل ده الطبيعي بتاعه انه بيعمل نيك سبورت عند سن 3 شهور، وبيقعد ان سبورتد عند سن 6 شهور، ويبدا يسحب عند 8 شهور، ويبدا يحبي عند 9 شهور، ويبدا يقف على رجليه مش عارف عند 11 شهر، ويخطي اول خطوه عند السنه الاولى، ويعمل مش عارف مين عند من كذا لكذا. دي اسمها ايه؟ موتور مايلستونز. وكمان عارفين كمان انتلكتشوال مايلستونز، يعرف يعمل سوشيال سمايل عند سن كذا، يعرف يعمل معرفش فيربال مين قد كذا. الفيربال مايلستونز عند كام شهر يبقى القاموس بتاعه فيه كام كلمه، يقول اصوات، يقول هتمات، يقول بابا وماما ونانا ودادا وكده. دي كلها مايلستونز لما بيعديها بنعرف ان هو عنده مشكله في الديفلوبمنت ده. فعشان كده قبل ما نتعلم نقيس الفيجن لازم نبقى عارفين ان هي اصلا الفيجوال مايلستونز هو الطفل الطبيعي بيشوف قد ايه. فلو جينا قسمنا الكلام ده اكوردنج تو ايج، وكتير قوي من المرضى بقى في العياده هتسالوه في نطاق العائله، حد في العيله كده اللي هو الواد طبعا الصاله اللطيفه ما تروحي تقولي اي واحده والده او حد والد بيقول ايه الا بتشوف يا دكتور خلاص، او يا فلان او يا فلان. فدايما الفيجوال مايل ستونز عند الولاده بتكون ايكويفالنت ل 20 400. يعني 6 على كام دي؟ اضربوا ال 6 في 20 كده تطلع بكام؟ 1000 يعني 120 تقريبا، 6 على 120 مش كده؟ 6 على 120 يعني بيشوف قد ايه؟ تقريبا خيالات. حاجه ايكويفالنت كده للهاند موفمنت. الهاند موفمنت اللي هي يا دوب كان خيالات قدام. فطبعا كل الضلالات بتاعة الواد بيضحك لعمته وما بيحبش خالته وبيحب عمه وهو لسه عنده اسبوع، ده تخريف، هو مش عارف الكلام ده خالص. هو يا دوب شايف الناس كلها بتتحرك از فيجرز. يعني بيعرف النور بالضلمه، بيعرف الشادوز، بيعرف الحاجات دي. ده في الشهر الاول او في الايام الاولى بعد الولاده، ده في النورمال بورن. والنيو بورن بيعرف يعمل بلينكينج تو برايت لايت.
يعني لو طفل طبيعي قاعد في الدنيا ضلمه خالص ونورت النور فجاه تلاقي جاب بلينك، او نورت في عينه نور الفايسون يعرف يعمل بلينكينج تو سترونج لايت. بعد شويه عند الشهر الاولاني او نهايه الشهر الاولاني يعرف يبص على بيكتشرز وذ كونتراستنج بلاك اند وايت، اعلى كونتراست في الالوان دايما الابيض والاسود مش كده؟ هو بيعرف يشوف الكونتراست ده، يعني هو بيعرف يميز الكونتراست ده، فالحاجات اللي فيها ابيض واسود يعرف يشوفها. هو ما بيعرفش قوي التفاصيل، يعني هو بيعرف بس الكونتراست بين الابيض والاسود. وبعدين يكبر شويه، او خلينا قبل كده كمان، بيحصل حاجه مهمه جدا في الشهر الاول، ان هو بيعمل بلينكينج تو ابروتشنج نير اوبجكتس، واللي ما يعرفش ده ريفلكس. احنا كلنا لما بنشوف حاجه بتقرب مننا حتى لو مش دينجر، وحتى مش لو مش بتدخل في عينينا، احنا بنعمل ريفلكس بلينكينج. اللي دخل فيكوا افلام دي او افلام السيميليتورز والحاجات اللي هي بتاعت اللي بتقرب قوي، انا عارف ان انا بيني وبين الشاشه 5 6 7 10 متر، وعارف ان انا لابس نظاره قربها لي شكل، وعارف ان الديناصور اللي مطلع لسانه عشان يبقى مناخيري ده مش حقيقي، لكن انا بيجي لي ريفلكس بلينك الحقيقي. هو ده بيحصل ديفلوبمنت الريفلكس ده على الشهر الاولاني. الشهر الثاني والثالث بيبدا يشوف الاوبجكت بار ايمج، يعني هو الصوره بتفاصيلها بتدرسها بالكلام ده ما بيكونش واضح قوي، لكن في صوره، في ناس بتتحرك، كان انا بتفرج على التلفزيون كده، بس هي الحياه بالنسبه لي كده. وممكن يبص في الفتره دي، هتلاقوه مشهور قوي في الاطفال في السن اللي هو من شهرين ثلاثه، اللي هو بيبص لايديه، اللي هو قاعد عمال يعمل كده. هو لسه مش عارف، على فكره اللي يرجع تاني للانتليشن مايلستونز، هو لسه مش عارف اللي يخصه واللي ما يخصش غيره، يعني هو لسه ما يعرفش، مش عارف ايده من ايد مامته، هو لسه الحاجات مش متميزه قوي، لكن هو يعرف يبص لايده ساعتها، هو بيعرف يعمل كده ويبص لايده يعرفها. وبالوقت ده ممكن يعمل فولوينج لللايت والفيزز والاوبجكتس، لانه عارف يشوف صوره، فاللي بيتحرك بيه ده الجروس موتيليتي. والجروس موتيليتي ده مره بعدين نبقى نقول الديفلوبمنت بتاع السنسوري سيستم. عندنا سيستم قوي جدا اسمه ماجنو سيلولار باث واي، اللي سمع عنه قبل كده، واحد ثاني اسمه بارفو سيلولار. الماجنو سيلولار، ماجنو من ماجنو الكبير ده، بيعرف يشوف الحاجات الكبيره اللي هي الجروس موتيليتي، الحاجات الضخمه، الالوان اللي هي مش تفاصيل الوان، الابيض والاسود. فاي حركه من دي عباره عن تشينج للكونتراست والموشن وجروس موشن بتحصل عن الشهر الثاني والثالث. الشهر الرابع والخامس بيعرف تاني يبص لايديه، بيعرف يبص لنفسه في المرايه. قبل الشهر الرابع الطفل ما يعرفش يشوف نفسه في المرايه. لو بص المرايه بالنسبه له هي حاجه بتتحرك زي العادي، لكن هنا يبدا يشوف، يتفاجئ بشكله في المرايه، هو لسه مش عارف شكله بس يعرف يبص في المرايه نفسه. وممكن يركز للحاجات الدم قوي زي البلاك، يعني لما يلاقي الدنيا كلها منوره وفاتحه وحاجه في النص غامقه يبدا يركز في الوشوش. وبعد كده بعد الشهر الخامس الديفلوبمنت بيكون سريع جدا جدا، يعني في الشهر الخامس للسابع بيحصل هنا الكلر فيجن يبقى فل، ده الوقت اللي الكونز بتاعت الكلر فيه بتبدا تشتغل كويس، ويحصل ماتوريشن للكلر فيجن. وممكن في السن ده من 5 ل7 شهور، خلي بالكوا ده ايكويفالنت للموتور، ان هو بيقعد انسبورتد، فما بيسيبوه انسبورتد او قبلها في الشهر الخامس وهم محاطينه بمخدات، بيعرف يبيك اب الحاجات اللي جنبه، يمسك التيتينا اللي واقعه منه، يمسك اللي مش عارف مين اللي واقع جنبه، والبيبرونه اللي كانت متقعوره جنبه، يبدا يمسك الحاجات دي يديك. بعد الشهر السابع والشهر ال11 يبدا يشوف الاوبجكتس الصغيره. وفي الوقت ده بداية تكوين الدبس برسبشن، ما بيكونش عنده فيرست ريوست، لكن ده بداية تكوين الدبس، أول مرة يشوف الدنيا كثير دايمنشن. خلي بالكم إن إحنا في الشهر الثالث أو الرابع بدأ يشوف الحاجات كوان أوبجكت. هنا في الوقت ده عند سن 7 ل 11 شهر بيبدأ الدبس يتكون. الشهر ال 12 لل 14، ال 12 ده خلاص تم سنة، بقى بيعرف يحط الشيبس والبروبر هول. عارفين انتوا اللعبه اللي هي فيها خروم، والخروم دي في الاول حاطين فيها، لو تاخدوا بالكم اللعبه دي حاجه متطوره جدا، يعني فيها حاجات كلها كور، بيعرف يحط الكور كلها، اي كور هتحط فيها كور،
وبعدين يجيبوا له اشكال فيتنج في حتت معينه، مره مربع مره مكعب مره مش عارف ازاي، فكل واحده فيتنج في واحده بس. ما بينفعش هتلاقوا حتى اللعب دي مكتوب فيها above one year. فاللعب دي بتبقى عند سن تقريبا من سنه لسنه وشهرين. بعد سن 14 شهر ولحد نهايه السنه الثانيه، يعني لحد ما يتم سنتين، بيعرف يحط الشيبس بقى مظبوطه، النجمه والدايره والمربع مش مجرد الكور العاديه بس. ويبدا هنا يبقى انترست ان بيكتشرز، يشوف الصور اللي فيها رسومات. ما بيعرفش يقول لسه، لكن عارف واخد باله ان دي حاجات ممكن يكورليت لحاجات في الوقت ده، بس هو لسه مش بيعرف يقول، خلي بالك. وممكن هنا يفوكس للنير والديستنت اوبجكت. السن ده مهم جدا لان ده اول مره الطفل فيه بيشوف 6 6 اللي هو 36 شهر، اللي هو تقريبا كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين ده وقت مهم جدا. لو تفتكروا الفوفيال ديفلوبمنت بيحصل في الفتره ما بين 3 و30 شهر، عشان كده سموها كريتيكال بيج. لكن الفول ماتيوريشن بيحصل في سن 3 سنين اللي هو 38 شهر، بيشوف 20 20، ويعرف هنا في السن ده يسمي الالوان احمر واخضر واصفر. في سن 3 سنين كمان يعرف يعمل ليتر ماتشنج، ومن سن 4 ل 5 سنين يعرف يقول ستاندرد شارت او الشارت اللي احنا بنشوفه، اما بانه بيسميه. خلي بالكوا 3 سنين ساعات في اطفال بيكون عندهم ريتارد سبيتش، ما بيعرفوش يتكلموا كويس، فالوقت ده ينفع نعمل ماتشنج. الصوره اللي هناك شبه مين بالظبط؟ خلاص زي ما هنقول بعد. فبصرف النظر عن اللي احنا هنعمله، لازم نبقى فاهمين المايلستونز اللي فاتت دي، عشان ما اجيش على طفل صغير عنده سنتين وربنا كان يعني مسهل له ويتكلم وهو ده ما بيشوفش 6 6. طب انا عارف ان هو في السن ده مش المفروض لسه انه يشوف 6 6. تمام؟ طيب توكلنا على الله، هنقيس الفيجن للطفل ده. نصيحه لكل الناس، قبل ما تبدا تقيس النظر لطفل او تتعامل مع طفل، يشوف بيراتي. يعني ايه يشوف بيراتي؟ حد فاهم معنى الكلام ده؟ يعني انا ينفع اساس كاتركت وانا متعصب، وقلنا نيوكلي بريت وجريت دي ومستعجل وبسرعه وهاتوا العيان عشان اقص، ينفع اعمل كده؟ ينفع ابص على الفندس وانا مستعجل؟ الا الفيجن اسسمنت في الاطفال. عشان كده يو شود بي بيشنت، اهدى جدا واعمل نفسك داخل تلعب. اللي ناوي اسس فيجن للاطفال ما ينفعش يعمله وهو متكبر، ولا الدنيا زحمه، ولا العيال اللي بتلعب دماغه، ولا الاوضه مليانه ناس، لازم انا اكون هادي. في المستشفيات الكبيره وفي الاماكن بره كتير بيعملوا اوضه بس اسمها فيجن اسسمنت للاطفال، عشان احنا داخلين ازف ان احنا بنلعب، ازف سجاير يعني. الحاجه الثانيه لازم الطفل يكون جاهز. نصيحه لوجه الله، لو حد فيكم من ذوي الشهره الفظيعه والعيال العيانين بيقطعوا بعض بره، ساعات الويتنج تايم بيكون العيان بره قاعد ساعه وساعتين وثلاثه، هيدخل لك اصلا هو مش طايق، يعني هو متعصب ومتخانق مع العيال بره وامه ضرباه وموقع الميه على نفسه وعامل مش عارف مين ونام وصحوه يلا بسرعه دور ما جه، هيخش عليك من الكهرباء. والمنظر ده بلاش تفحص طفل انجري اور سليب. المنظر شديد الشهره، اشهر من الطفل المتعصب والطفل السليبي. الطفل اللي نايم بره جه دور قامت امه زرداه في كتفه وقام صاحي، ففتح عينه لقى في وشه مين؟ دكتور. خلاص؟ دكتور بقى ايا كان عياده وبتاع، حاجه تعصب جدا. لو حد فينا صاحي لقى نفسه في وشه دكتور، حاجه تضايق يعني، يا ربنا يكون في عون ازواج الدكاتره وزوجاتهم. فالفكره كلها لما حد بيفتح عينه لقى في خدته دكتور، دي حاجه وحشه جدا. الحاجه الثانيه، تخيلوا الدكتور ده ما بيجز على اسنانه وماسك راسه وبص هنا على الحبيب، حاجه تنفس جدا. فخلوه يطلع يصحى، يعني يصحوه يفوقوه يلعبوه شويه عشان يبقى صاحي من الاول ونقابله احنا كويس. الحاجه اللي بعد كده، نيفر هيزيتيت ان انت تاجل فحص النظر للزياره الثانيه. احنا بنتفق لسه من شويه الحاجات دي عايزه طفل بعقد، فمن اول زياره ممكن جدا يكون الطفل مش قابض، ومش لازم الطفل اعرف النظر بتاعه قد ايه من الزياره الاولى،
ممكن جدا اجلها للزياره الثانيه والثالثه احيانا لحد ما يتعود عليا وياخد عليا ويتاكد ان انا مش انا بتاع الحقن، وان مش هحط له قطر المره دي، وان انا طيب زي الاستاذ محمود الجندي، وان انا مش هاذيك ولا اذيك ولا تاذيني. فلازم يكون مطمن لده. فاجلوها ثاني مره مفيش مشكله خالص، وتقولوا لاهله يبقى جاي نايم كويس واكل كويس وشارب سجاير وقهوته ومزاجه حلو وتمام، فنتاكد ان هو ينفع يجي مره ثانيه. وما تنجرفوش تحت فكره اصل احنا جايين من بعيد، اصل احنا جايين مش عارف مين. ما تاخدش قرار الفيجن اسسمنت ده بيغير قرارات. احنا مش اتفقنا في المره اللي فاتت وهنتفق تاني في الجاي ان احنا ممكن نديفير عمليه حوامل مع حد ما نعالج الامبليوبيا؟ طب وانت ان شاء الله هتعرف ازاي ان في امبليوبيا من غير ما تعرف فيجن؟ عمرك ما هتعرف. وساعات يقول القرار الغلط بتاع السيرجري عشان انا ما عرفتش اقيس الفيجن، عشان كده ممكن اجل زياره تانية جدا ان انا اقيس الفيجن. ومش عيب ومش غلطه، وان ما اقيسش الفيجن اول زياره ده مش واحد شرير، ده واحد طيب بس ممكن يعمله ثاني مره عليه بس. تمام؟ طيب حيث النظر ازاي بقى؟ احنا اتفقنا على مايلز تومر. جينا للجد، جايب طفل عنده شهر. قيس له النظر ازاي؟ في الوقت ده انا ممكن اعتمد على حاجه عبقريه جدا اسمها بيوبل رياكشن. هيبقى لينا محاضره كامله ان شاء الله عن البيوبل، هنتكلم فيها بالتفصيل عن البيوبل. لكن هنا انا عايز اخد معلومه مهمه، ان البيوبل عشان تشتغل تبقى راوند ريجولر رياكتيف لازم يكون ليها كام باث واي؟ لازم يكون فيه افرنت وسنتر ويفرنت. انا اللي يهمني هنا مين؟ الافرنت اللي هو مين؟ الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف لو شده وداه لحد السنتر والبيوبل رياكتد معناه ان الفيجن شغال. فلو واحد بلايند عنده اوبتيك اتروف هيبقى عنده بيوبل ريفلكس؟ الاجابه لا، صح؟ فالبيوبل ريفلكس معناها ان الفيجن شغال. لكن عشان نبقى منصفين، المعلومه المهمه اللي احنا عايزين نعرفها ان البيوبل ريفلكس بيبقى ماتيور وبيبقى ديفلوبد في الفتره ما بين 32 ل 36 ويكس اوف جيستيشن. يعني لو عندنا طفل بريماتيور واتولد في الشهر السابع 29 30 31 32 33 34 اسبوع وما لقيتش عنده بيوبل ريفلكس، بلاش تطلع للكونكلوجن العبقري الواد ده عفن. ببساطه ممكن يكون الاوبتيك نيرف سوري البيبر ريفلكس لسه مش ويل ديفلوبد. خلاص؟ فده مهم جدا. لكن الفول تيرم بيبي اللي مولود 39 40 اسبوع المفروض يكون عنده بيبر ريفلكس. خلاص؟ فده مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي ممكن اعملها في الفيرست مانث حاجه اسمها نازلنج ريفلكس. قلت لكم في اول مايلستون ان الطفل ده كان بلينك تو سترونج لايت. فببساطه لو انا ضلمت الاوضه ودايما خلوا عندنا في اوضتكم اللي بيجهز عياده جديده او عنده عياده قديمه حط فيها لمبه سهاري. لو بتعرف تجيب نور ضعيف، لو ما عندكش سهاري لمبه البروجيكتور نفسها بتاعت اليونت اللي فوق دي اعملها ولفها بعيد. المهم يكون في عندنا لايت سورس مش بينور في وش المريض. ضلم الاوضه وخليها على النور الهادي ده، وهات نور قوي وليكن نور الفايسون او الاندايركت اوف سانسكوب ونوره فجاه في عين الطفل. لو شاف الضوء هيعمل ايه؟ هو اللي انت عملته ده، البلينكينج ده. البلينكينج ده معناه انه شاف الضوء، ولو شاف الضوء معناه انه بيشوف. الريفلكس ده اسمه دازلنج ريفلكس، ده عندنا كلنا. وفي مرضى كتير قوي بيجوا لنا العيادات ايه شكوتك؟ يقول لك انا ببقى سايق وحد بينور النور في عيني بغمض ومبقاش شايف. حضرتك الف مبروك انت راجل. انت عندك دازلنج ريفلكس وغالبا انت عندك شهر كويس الحمد لله. فهو الدازلنج ريفلكس بيحصل عند الشهر الاول، واللي بيبقى ديفلوب ده عنده كده معناه انه بيشوف. خلاص؟ كده. ايه الكلمات دي؟ الدازلنج ريفلكس، ريفلكس تاني مهم اسمه بوبنج ريفلكس. البوبنج ريفلكس برضه نفس اللمبه السهاري. نوروها بحيث تبقى بعيد خالص عن عين الطفل. وصل نور الاوضه فجاه.
هتلاقيه بيعمل ازاي؟ التبريئة دي. الفتحة دي معناه ان هو هي appreciated اللايت اللي كان موجود وappreciated ان اللايت ده راح. فالخطة دي الفتحة اللي بيعملها دي نظرات الاندهاش دي دي معناها ان هي كان شايف الضوء اللي موجود في الأوضة وشاف كمان ان هو طفل. طب ايه فايدة السحاري؟ ان انا اشوف وانا لو ضلطها عليا وعليه مش هعرف. خلاص؟ فلازم اكون حاطط اللمبة دي مهمة جدا. طب عندنا الشهر الاولاني وجينا للشهر الثاني. الفترة دي مهمة جدا. اللي هو من 2 لـ4 شهور. ممكن هنا في الفترة اللي من 6 لـ8 أسابيع ممكن هنا يفور أوبشنز. بس خليكم شاطرين وهاتوا حاجات كالرفول شوية وكبيرة شوية ويا ريت منورة شوية. يعني بلاش حاجات دم. وابدأ حركها. وطبعا بلاش الغلطة المشهورة. ما تجيبوش خليل. لأن هو بيعرف يفور بذر. فلما يجي أقيس فيجن لطفل الفترة دي اللي هي من 2 لـ4 شهور خلوا الحاجة اللي بتتحرك لها الصوت. حتى لو عملت صوت في الأول. يعني ينفع اجيب موبايل او ايباد او حاجة بتتحرك اشغل فيديو في الأول مجرد بس ان هو الكيبة تنتف وبعدين طفي الصوت. او هات حاجة بجرس شغلها له في الأول. في ألعاب كتير قوي بتشغل صوت بزراير. مش كده؟ شغلها له في الأول بحيث ان هو بس يبقى تنتف ليها وبعدين حركها. لو عارف يمنتين الحركة بتاعتها بقى كان فل. طبعا اللي بيحصل في الشهر الاول مكمل معانا. يعني عند الشهر الثاني ده البيبر ريفلكس موجود والدازنج ريفلكس موجود والبوبنج ريفلكس موجود بيضاف عليه مايلستون جديد اللي هو هي كان فولو اوبشنز. وهنا ممكن لو ما عرفتش اعمل فولو ساعات الطفل من كنت موجود ما بيكون خايف مني بلجا لتست ثاني مهم جدا اسمه دولز اي موفر. يعني ايه دولز اي موفر؟ يعني لو انا دلوقتي بتكلم واضطريت اودي راسي في حته ثانيه لاي سبب وانا عايز ابص لكم انا مركز كده مع اي حد يعني بكلم دكتوره مي وبعدين قمت عامل راسي كده في عيني جت كده وبعدين بعمل كده من جاي كده ده معناه ايه؟ ان انا شايف. طب تخيلوني انا مرتين مره شايف ومره مش شايف. يعني بكلم اي حد فيكم وبتكلم كده وبعدين بلف وشي كده في عيني فضلت موجوده وبعمل كده عيني موجوده. المرة الثانية انا مش شايف وحد بيحرك لي راسي عامل ازاي؟ عيني ثابتة. فالفولوينج ممكن تعمل بطريقتين ان انا احرك الحاجة قدام الطفل او احرك راسه واسيب عينيه تتحرك كومبنساتوري موفمنت عشان يمنتين الفولوينج. لو هو مش عارف يشوف مش هيمنتين. صح كده؟ عشان كده سموها دولز اي مانوفر زي بتاعت الموناليزا كده انا بتحرك وحاسس ان العين بتلف معايا. طب لو هي ضل عروسه ثابته خلي بالكوا حتى الالعاب بتتعمل كده انتوا واخدين بالكوا ان العرايس لما بتلفوها كده هم عاملينها عمالة تلف العكس عشان تفضل طول الوقت بتبص في عين البيبي فده اللي بيحصل احنا عايزين نعمل الدولز اي مانوفر بحيث ان احنا نحرك راسه كده وعينه بتلف كده احرك راسه ناحيتي عينه بتلف ناحيتي ده معناه ان هو هي كان فولو اوبشنز. خلاص ده في المرحله انهي من بعد الشهر الثاني. محدش يعمل دي في الشهر الاولاني. كان سؤال عندكم في المسابقه بتاعت الليرو اوف ذا مارس امتى نعرف نعمل فولو. خلي بالكوا هنا مفيش فيكسيشن. الفيكسيشن لسه مش في الشهر الثاني. الفيكسيشن لسه بعد شويه. لو تفتكروا تاني ان الماكيولر ديفلوبمنت بيحصل من 3 لـ30 شهر. يعني في الشهر الثالث هو ده بدايه ديفلوبمنت اوف ذا ماكيولر فيكسيشن. ودايما الفيكسيشن اصعب من الفولو. صح؟ اللي بيخلي واحد يمسك بايده يعني مسكه الايد اصعب ان انا افضل ماسك حاجه او ان انا ابقى راكب المترو وماسك في الحديده اللي فوق دي ولا ماسك في الباب اصعب ولا انا امشي بايدي الاول عشان اخبط الحاجات دي؟ ينفع تبقى ايدي ضعيفه وانا عمال اخبط اقطع الكوبايات والحاجات دي. عشان كده المينتننس بتاع الفيكسيشن اصعب. ففي الشهر الثاني للرابع يبقى عندنا جود اوبجكت فولوينج وينفع يبقى عندنا دولز اي مانوفر بوزيتيف. ده منين؟ من الشهر الثاني للشهر الرابع. نيجي بعد كده بعد الشهر الرابع هو ده اللي ينفع اتست فيه الاوكرا فيكسيشن. ودايما بنكتبه سي اس اف او سي اس ام اف.
يعني ايه سي اس اف ام اف؟ يعني سنترال ستدي مينتين فيكسيشن. السؤال هو ينفع يبقى فيه فيكسيشن مش سنترال؟ طبعا ممكن ما يكونش فيه فيكسيشن اصلا، يعني ممكن يكون اللي بنسميها واندر لوب او سيرشنج لوب، اللي هو بالعربي اسمها ايه؟ هي اسمها بيتقال شتيمه، لكن هي في الحقيقه مش شتيمه. عينه ايه؟ زيغه. زيغه. عينه زيغه يعني مش عارف يمنتين على حاجه. مش عارف يثبت على حاجه. عينه راحه جايه. خلاص؟ نفس فكره اللي بيعاكس. عينه زيغه يعني مش عارف يبص لوحده. هو عمال يبص لدي ودي. فاللي عينه زيغه عشان مش عارف يفكس، هو مش عارف يمنتين على حاجه لان هو مش شايف حاجه. اللي داخل يدور في الضلمه، لو حد فينا صاحي بالنوم والدنيا ضلمه وداخل يدور على حاجه او على مفاتيحه او على الكوبايه او على الشبشب ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيطبش. هو ده النون سنترال فيكسيشن، مفيش فيكسيشن. خلاص؟ فالطفل الطبيعي كله بيعمل فيكسيشن اصلا، يعني لو هو طفل عارف يعمل سنترال ستيتي مينتين فيكسيشن، انا عرفت اوتوماتيكالي ان الفيجن بتاعه احسن من زبده. يعني لو لقيت واحد عينه ثابته على حاجه مش بيتحرك، ماسك له الاوبجكت وهو باصص عليه ستادي مينتين فيكسيشن، ده معناه ان هو ذو اصلا 6-6. نتكلم بقى نتفاهم. خلاص؟ طيب ومينتين ستادي يعني ايه الفرق بين مينتين وستادي؟ هو ينفع يبقى مينتين مش ستادي؟ يعني ينفع يبقى عنده مينتين سنترال فيكسيشن بس مش ستادي؟ مين؟ نستجمس. صح؟ هو بتاع النستجمس عنده سنترال مينتين فيكسيشن بس مش ستيدي. هو عمال يعمل كده بس ما حدش ينكر ان هو بيفكس او بيحاول يفكس، وما حدش ينكر ان هو سنترال، مش كده؟ وما حدش ينكر انه مينتين. هو مش واندر، هو عمال رايح جاي. لا مش رايح جاي، هو ثابت على حاجه بس مش ستيدي، عمال يدلع. صح؟ والمينتيند فيكسيشن معناه انه عارف يشوفها. قلت لكم مره زمان اللي حضر معايا مره النستجمس، ان عشان اشوف لازم لي حاجتين، حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن وحاجه اسمها فوفيشن. يعني ايه ايدنتيفيكيشن ويعني ايه فوفيشن؟ قلت لكم ساعتها حتى ان اللي بيمسك حاجه بايده لما تيجي تدي الواحد كوبايه وتقول له اتفضل، لازم يكون عنده القدره انه يقفش الكوبايه ويفضل ماسكها في ايديه. وكان عندنا زمان مثلا قلته في النستجمس، عندنا الناس بتوع الباركنسونيزم بيكون عندهم انهي نوع من التريمورز؟ ستاتيك. يبقى قاعد لوحده عامل كده، يسلم عليه من ايده عادي خالص، يقول لك شفت بيستعبط. لا، هو عنده ستاتيك تريمورز، اول ما ايده تثبت يبدا يرعش. عشان كده لما تديله كوبايه الميه ياخدها يشرب ووقع الكوبايه. فبيخسر الكوبايه امتى؟ بعد ما يشرب، لانه مستني حد يجي ياخدها منه. عشان كده اللي عنده حد بتاع باركنسونيزم بلاش يسقيه، يديله يشرب نفسه. بس اول ما يشرب نفسه ياخد منه كوبايه. لان اول ما ايده هتثبت هيرعش ويوقع الكوبايه. عكسه تماما بتاع مين؟ السيريبيلر تريمورز. السيريبيلر تريمورز مش عارف يقفش الكوبايه اصلا. يعني هو تلاقيه قاعد في حاله عامل كده عادي خالص. لو هو بيتكلم تلاقيه بيتكلم كويس. ايده تمام. طب وبعد ما تقول له اتفضل او سلم عليه مش عارف يمسك ايديك. مش عارف يمسك الكوبايه. ضل تشربه. فلو عندك واحد عنده سيريبيلر تريمورز وقال لك عايز اشرب، روح شربها في بقه. لان هو مش هيعرف يحط الكوبايه في بقه. هو هيتعب على ما يمسك الكوبايه ويتعب لحد ما يحط الكوبايه في بقه ويرفعها حته بحته. كل دي بتريمورز. عشان دي سيريبيلر تريمورز. نفس الكلام عندنا هنا، احنا عشان نشوف، احنا عشان نبقى هيلثي نمسك الكوبايه لنفسنا ونشرب نفسنا لازم يبقى عندنا الاثنين ثابتين. عشان نشوف لازم يكون عندنا القدره تو ايدنتيفاي ذا اوبجكت، ان انا ببص عليه اشوف، وعندي القدره ان انا بعد ما اشوفه اكيد فيكسنج، ابقى افضل شايفه. عشان نعمل حاجه اسمها سميشن اوف ستيميوليشن. درس زمان في الفسيولوجي اللي فات كان عندنا نوعين من السمبيشن في الفيجن. حد عارفه؟
حاجه اسمها temporal summation وحاجه اسمها special summation. يعني ايه temporal؟ يعني افضل امنتين نفس النقطه كتير. هطلع اشكشك الجلد هنا بالدبوس كتير ورا بعض، بعد شويه بعد ما اشكشكت كتير ايه اللي هيحصل؟ هحس بالشكه دي جامده قوي، مع ان انا ما زودتش الشكه، انا عمال اشكشك بس. خلاص؟ انا باجي على نفس النقطه واشكشك تاني. وفي الثانيه بتاعت ان انا بحرك الدبوس من هنا لهنا. طب اما احرك الدبوس احس بايه؟ ان حاجه ماشيه على ايدي. عشان عملت استيميليشن هنا، وبعدين هنا، وبعدين هنا، زي فكره الكهرباء بتاعت الفرح. او بتاعت الكهرباء بتاعت الفرح بيمشيها ازاي؟ بيعمل ازاي الانيميشن؟ بيلور النقطه دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي. تشوف انت ايه؟ النور ماشي جدا. اللي عايز يعمل ويف، نجمه بتقفل وتفتح. اللي عايز يعمل دايره بتفتح وتقفل. اللي عايز يعمل معرفش شكل عروسه بتتكون وتقفل تاني، هي اللمبات ثابته. بس التوقيت بتاع الاضاءه بيختلف. مش كده؟ غير ما تقعد على واحد بيقعد يمنتين الليمينيشن ورا بعض، تحس في الاخر ان النور قوي وبقى اقوى مع ان هو ما زادش. نفس الليمينانس بتاع النور عمال يزيد فتحس انت شايفه اكتر. لحد حتى ما يوصل لحاجه اسمها كريتيكال فيوجن فريكونسي تاخده كانه منتين. ده اللي بيحصل عندنا هنا. ابص على الحاجه شفتها في الاول ضعيفه، وده اللي بيحصل في الاطفال او الكبار وانت بتسكو فيجن. شايف العلامه دي؟ لما تقرب من مثلا واحد نظره 6 6 شفته لحد بوينت 9، العلامه دي فين؟ يمين شمال فوق بهمة ونشط، بعدين دي يمين. ايه دي؟ عمل بيها ايه دي؟ عمل سمنيشن اوف ايمج، خد كذا ستيمولس ورا بعض لحد ما عارف يشوفها. فالطفل العادي الشخص الطبيعي بتاعنا عشان يفضل شايف لازم يكون عنده الحاجتين صح. الفيكسيشن موجود عشان يفضل مينتيننج الفيجن، وبعد ما امسكها بقى افضل شايفها. خلاص؟ فالسنترال سستين مينتين فيكسيشن من الحاجات المهمه، بس انا بالنسبه لي بتدلني ان الفيجن احسن. وده اعلى بكتير من الفورنج. لان الفورنج ده بتاع جروس موفمنت وبتاع كلر كونترست وداخل فيه 60,000 ميكانيزم. ما يحصلوش في واحد ويل ديفلوب، ممكن يحصله في واحد عادي عنده كور فيجن. يعني ده واحد عنده ليفل بيفور. لكن عند الفيكسيشن اللي محتاجه فيجن على الاقل احسن من 6 6. اللعبه الثانيه اللي عندنا اللي ممكن نقيس بيها الفيجن حاجه اسمها اوبتو كايناتيك نستاجمس. الاوبتو كايناتيك نستاجمس من الحاجات الفسيولوجيكال اللي بتحصل بينا كلنا. والاوبتو كايناتيك نستاجمس مش بس مرتبط بالاوبتو كايناتيك دراما. خلاص؟ عشان كتير قوي من الناس يقول لك ايوه البتاعه دي موجوده في المستشفيات القديمه وما عندناش واصلا خلاص اتلغت، لا ما اتلغتش ولا حاجه وبتشتغل وبنشتغل بيها دلوقتي. اولا في البدايه بس فكره الاوبتو كايناتيك نستاجمس احنا كلنا حصلت لنا احنا اطفال. فكره مين؟ المروحه. المروحه لما تبقى شغاله على سرعه بطيئه واحد او مروحه بتبطل. مين لعب اللعبه دي وهو صغير؟ لو مروحه ثلاث ريش وماشي بالراحه، تلاقي واحد قام قافل شيشه منه ومشي وراه لحد ما تلف الاخر، يقوم جايب الاولى يمشي كده، يجيب الاولى ويمشي كده، ويجيب الاولى ويفضل يلف معاها كده. اللي ركب قطر معدي على عمدان كهرباء او عمدان القديمه اللي يوقع فيه على عمدان التلغراف الخشب اللي كانت موجوده زمان دي، او اللي شاف اي عمدان اي حاجه، او على صف شجر جنب بعض، تلاقيه مباصص لشجر، القطر ماشي كده والشجره ماشيه كده. يمسك واحده تروح، يجيب اللي بعدها تروح، يجيب اللي بعدها تروح. اللي يبص في عينه ده عامل ازاي؟ والحركه دي ليها اثنين المنتس. المنت منهم سلو اللي انا ماشي مع حركه الحاجه او حركه الحاجه اللي انا ركبها. يعني لو الخط ده لو الدرام دي المفروض تبقى راكبه على قاعده والقاعده دي بتخليها تلف كده. خلاص؟ لما بتلف كده انا ببقى شايف خط من الخطوط دي، انا ببقى قافش واحد من دول مثلا من الاسود ده. وهي بتلف فعيني بتلف معاه في نفس اتجاه حركه الطبله دي، نفس الدرام بتلف وانا عيني بتلف معاها. واما تلف معاها لحد ما يختفي عن الفيلد بتاعي هعمل ايه؟ هرجع اجيب واحد والف معاه، واجيب واحد جديد الف معاه، وارجع تاني الف معاه. فبيحصل هنا اثنين المنتس مهمين جدا، حاجه اسمها سلو فولوينج برسوي او برسو. برسوي يعني حاجه ماشيه قدامي ولا ماشيه وراه، زي اللي قاعد بتفرج على قطه، القطه ماشيه ده اسمه ايه؟ اسمها برسوي موفمنت.
اللي قاعد بيتفرج على حصان ماشي او حمار ماشي في الشارع او عربية ماشية بالراحه او طفل ماشي في الشارع، انا بمشي كده. وفي حركة تانية مهمة جدا اسمها سكات. سكات دي نوعين، يا اما الحاجة اللي ماشية دي عيني بتتحرك ابطأ منها فبيحصل حاجة اسمها كاتش اب سكات. يعني هي ماشية بسرعة وليكن 2 متر في الدقيقة، وانا عيني بتتحرك بسرعة متر ونص في الدقيقة. طب بعد دقيقة ايه اللي بيحصل؟ هي مش دقيقة طبعا، الحسبة بالثواني بس انا بنهربها شوية. اللي بيحصل ده ان هي سبقتني بحتة، اقوم عامل ايه؟ وانا منطط عيني وراها لحد ما سكت وامشي وراها تاني بالراحة لحد ما تفوت مني اقوم لحقها، ما هي تلحق مني اقوم لحقها. الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه كاتش اب سكات. او ان انا الخط كله بيروح مني زي دي، اقوم رايح جايب واحد جديد بس العكس، انا هنا مش بكاتش اب، انا ببيك اب انيون، يعني بعد ما لف مني كده انا اروح على اخره. فبقى عندي سلو برسوي موفمنت في اتجاه حركه الدرام و بيكينج اب سكات في عكس الاتجاه. فاللي بيتحرك يلاقي الدرام دي بتلف مثلا في الاتجاه ده، لو واحد بيشوف عينه تمشي وراها كده. عشان كده انا بحطها قدام المريض وانا عيني في عينه وبتست يونيوكل، يعني بحط له كفر او باتش على عينه وانا بعمل الثانيه عامله ازاي. طيب فين اللعبه؟ اولا بتثبت لي هو بيشوف ولا لا، لان خلي بالكم ان ده ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني مش قرار. يعني حتى لو واحد مانجر، الجماعه دول شافوها معايا كذا مره، واحد مانجر واحد جاي يستعرض، انا ما بشوفش. اما طفل صغير بيضحك على اهله عشان يلبس نظاره، او واحده غصبانها على الجواز وجاي عشان تقول لهم انا اتعميت بسبب العريس اللي في يمين، او واحد خالص في الثانويه العامه وبيهرب من خطوبه، او في بلوه، يعني في واحد بيعمل او واحد بيبيك اتنشن. الكلام ده مش نادر والله، الكلام ده بيبي في عياداتنا يعني. فاللي بيعمل الكلام ده هو مش شايف، بعد ما تفحصه وتتاكد ان هو ما عندوش حاجه خالص قبل ما تقول انه بيستهبل شوف له ده. لان ده بيكون ريفلكس وبيشتغل في واحد سايكل او في واحد مالجري او في طفل انا مش عارف هو بيشوف ولا لا، يعني واحد اهله شايفين انه مش بيشوف وانا مش عارف، فاعمل ده. طب اجيب الدرام دي منين ان شاء الله؟ الدرام دي موجوده على كل تليفونات حضراتكم في ابلكيشنز كتير. في ابلكيشن اسمه اي هاند بوك، وفي ابلكيشن اسمه فيجن دست، في مليون الف ابلكيشن موجودين على الاندرويد وعلى الابل ستور وعلى كل حاجه ينفع ندور عليها وتست فيجن. خلاص؟ هبوريها لكم مره ونخلص بس عشان على التليفون. التست ده عباره عن ايه؟ ان هي الشاشه بتاعته بتتحرك كده. انا المريض مش لازم تكون درام، هو بيشوف الخط الاسود ده بيتحرك كده، بخليه في وش العيان وانا قاعد عيني في عين المريض، بشوف عينه بتتحرك مع الخط ده رايحه وترجع تاني تو بيك انيو لاين، يبقى هو بيشوف. طب اعرف هو بيشوف حلو ولا وحش ازاي؟ في طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اضيق الخطوط دي، يعني لو قلت ان الشاشه دي مثلا ايا كانت مساحتها فيها 1 2 3 4 5 6 خطوط سودا، طب ما انت لو ضيقتهم شويه هيكون فيها اكتر، هيكون 9، بحيث ان الكونترست يقل. الكلام ده بيحصل لنا في حياتنا اليوميه كتير قوي، تشوف واحد جاي من بعيد لابس قميص بينك وبعد ما تقرب تلاقيه مش بينك ولا حاجه، تلاقي قميص ابيض ومخطط بينك او قميص لبن، بس لما اقرب الاقيه مش لبن، الاقي ضهره ابيض الباك جراوند بيضاء والخط. طب هو كل ما كان الاسترايشنز فيه ارفع كل ما كان اصعب تو ديتكت الكالر كونترز. يعني لو واحد لابس خطوط عريضه جدا من بعيد انا شايف انه لابس مقلم، مش كده؟ لكن لو لابس خطوط رفيعه قوي ما تقولوش كشناس انا ماشي في الشارع لابس قميص مقلم، انا بشوف اقول له انا لابس قميص بيج الاول. فكل ما تضيق الخطوط دي كل ما الطفل بقى اصعب عليه انه يابريشيت الكونترز فيبدا يتتك. لو عرف يمنتين الاوبتوكيناتيك ريفلكس على خطوط اضيق يبقى هو اشطر، يبقى هو الفيجن عنده احسن. طريقه ثانيه ممكن نصعب بيها الكلام ده، لو ما عندناش الكونتراستنج لاينز
ان احنا نسرع التست شويه. يعني بدل ما هو بيتحرك بسرعه معينه نزود شويه بحيث انه يبقى اسرع، وكل ما كان عارف يمنتين مع سبيد اعلى كل ما كان اشطر يمشي بسرعه ويرجع بسرعه. الكلام ده حلو وجميل وكل حاجه، بس على راي عادل امام انت هتكتبها ازاي يا حسين؟ هتكتبها له ازاي؟ يعني هنكتب في الورق ايه؟ انا شخصيا بكتب ان هو بيعرف يمنتين على هاي سبيد بس هو كويس، او ميديم سبيد او لو سبيد، لكن مفيش كالبريشن، مفيش لغه نتكلم بيها مع بعض. لما انا اقول لحد من حضراتكم المريض بيشوف بوينت 4، انتوا كلكم فهمتوا البوينت 4. لما اقول لحد العيان ده بيشوف 1.2، انتوا كلكم فهمتوا ال 1.2. لكن لما اقول له اكتب اناتك هكتبها ازاي؟ ما اعرفش، ما عنديش طريقه. خلاص؟ ولكن دي من الحاجات المهمه الاوبتو اناتك الفاس. سؤال، طب انا جالي واحد اصلا عنده نستجنس. يعني هو داخل من بابه كده عمال عينه تتهز. ينفع اعمل له اوبتو اناتك الفاس؟ وده بنتعرض له كتير. كتير قوي الاطفال اللي بنشوفهم عندهم ايديتك او زي ده كده الناس التيروزينيز نيجاتيف البنزم ده عنده فوفيا الهايبوبليزيا عنيفه جدا، ينفع نقيسكو فيجن بالاوبتو كيناتيك ريفلكس وهو عنده نستجمس؟ مين يقول؟ عنده اقتراحات؟ ايه؟ ماتيور لحد فين؟ يعني تو هاو ماتش اكستنس ماتيور؟ هي ماتيور بس ممكن يشوف. يعني احنا ياما شفنا ناس قلبيهم بيشوفوا 6 18 و 6 24 عندهم اوبتو كيناتيك ريفلكس. انا هشوفها ازاي يعني؟ ده السؤال. هو تقريبا الطالب اوف نستجنس مختلف. الايه؟ نوع نستجنس مختلف. يعني هو عينه بتلف كده، لكن هنا لا. افرضي واحد جاي بيعمل كده ببساطه، حط له دايركشن اوف موفمنت بربنديكولار على موفمنت بتاعت العين. يعني لو واحد جاي لك عنده هوريزونتال نستجنس عينه بتعمل كده، اعمل له الاوبتو كيناتيك فيرتيكال اصلا بتتحرك كده. لو عارف يعمل معاك كده خلاص يبقى هو بيشوف. يبقى هنعملها ازاي دي؟ هنعملها بنحط هو عنده فيرتيكال نستجمس، حطها له هوريزونتال. لو عارف يفولو النستجمس بتاعك انت اللي انت عامله بالاوبتو كيناتيك يبقى هو بيشوف. خلاص؟ فوجود النستجمس مش مانع ولا عائق ان احنا نعمل الاوبتو كيناتيك فلكس. واحد من الحاجات اللطيفه اللي طلعت كابلكيشن للاوبتو كيناتيك نستجمس which is physiological to assess vision، التست الجميل ده. التست ده هايل وبيستخدم فكره الاوبتو كيناتيك ريفلكس. البتاعه دي اسمها كاتفورد درام. الكاتفورد درام دي فكرتها عبقريه جدا وسهله جدا. ان هي بيحط دي قدام المريض السلندر ده. والسلندر ده بيتحط له بارير، ساعات بيبقى في شكل شيلد كده وساعات بيبقى شكل كراون. ده الشكل القديم بتاعه المنظر ده. وساعات بيجيبوا بدل اللوح المفتوح ده بيجيبوا طربوش كده بيركب عليه مفتوح من حته واحده بس قدام النقطه دي. والنقط دي بالدراجه، يعني دي كبيره شويه تحتها اصغر بعدها اصغر بعدها اصغر، واحنا بنلفها بايدينا وراكبه على بيز اللي هي الموتور ده. البيز ده وانس دوست عليه بيخلي النقطه جوه الحته دي تتحرك كده راحه جايه. فلو واحد طبيعي عينه هتعمل ازاي؟ هتعمل كده مع الحركه، صح؟ اوبتو كيناتيك هتمشي معاها وترجع معاها. فلو عرفت اعمل اندكشن اوف نستاجنس بالموفمنت اللي عملتها بتاعت النقطه دي معناها ان الطفل شايف النقطه دي كويس. هو عامل ايه؟ او ملف الكوره او لف الدايره دي مخلي النقطه اللي هنا اصغر. وعامل فين؟ لقيته بيعمل معاها وافضل اقلب لحد ما اوصل لنقطه ما عادش بيتحرك. معنى ان وصلت للنقطه اللي ما عادش بيتحرك فيها ان هو از نوت ابريشيتنج الشوفان ده. فمعناه ايه؟ انه شايف. فارجع للي قبلها، هو كان شايف دي بيتعمل على مسافه 3 متر. وده ينفع اكتبه.
ينفع اقول المريض ده بيشوف هنا بقى متقسمين مش 6 على 6 و6 12، الاثنين 3 على 3 و3 على 6 و3 على 12 و3 على مش عارف مين، وهنا المعامله 3 متر. وكالبريتد ولطيفه وجميله ونقط الحوار بتاعتها حلوه جدا. عيبها الوحش حاجتين، ان هي غاليه قوي، يعني حته البتاعه دي ب 1200 جنيه استرليني. دي واحده. الواحده الثانيه ان هي شيله كبيره جدا. علبة شنطة شكل الدايركت. فاللي بيروح مكانين ثلاثة في حياته بيشتغل في عيادة أو في متوسط أو في مستشفى أو في بتاع، محتاج يا إما يحط في كل واحد واحد 10,000 جنيه استرليني عشان يجيب بيها شوية بتاع ده، يا إما يمشي بيها طول ما هو رايح وهو جاي. خلاص؟ فالدكتور داخل معاه الجهاز وخارج معاه الجهاز. الفكرة اللطيفة اللي ممكن تتعمل، وأنا بقالي كام سنة بحاول أعملها مش عارف، محتاج بس حد بقى يمكن الدكتور محمد يساعدنا بإمكانيات التكنولوجيا الفظيعة. محتاجين ديفلوبر يعملها لنا على شاشه التليفون. لو اتعملت على شاشه التليفون بحيث ان احنا نخلي نقطه، هي فكرتها هبله، نخلي نقطه سودا على الشاشه البيضاء وبتتحرك كده. طب شافها نسكرول ونجيب اللزر ونخليها تتحرك. التريك بس الصغيره اللي بتعوق فيها ان هو محتاجين نخليها تطلع اوف ذا سيم سايز على كل الشاشات. يعني اللي بيفتح اي ابلكيشن هو ده العائق الوحيد فيها لحد دلوقتي، اللي مش عارفين نظبطها عليه. اللي بيفتح فيسبوك على ايباد 10 مصر بيشوف الشاشه مليانه بالابلكيشن نفسه، صح؟ من اولها لاخرها. طب يروح يقلب التليفون 5 مصر بيعمل ايه؟ الابلكيشن على قد الشاشه. طب لو واحد جاب تليفون اكسنتريك بره الموضوع، ماركه العفريت، اي حاجه ده، بيلاقي الابلكيشن طالع السايز بتاعه مش مظبوط، لان هم في الديفلوبرز مش عاملين ابلكيشن على شكل ده. طب احنا هنبعد عن الاكسنتريستي، عايزين حاجه تطلع قطر الدايره دي وليكن مثلا 5 6 مللي على تلفزيون على تليفون 6 بوصه و7 بوصه و8 بوصه و10 بوصه بنفس الوقت. لان اللعبة عندنا مش في الشاشه، اللعبة عندنا كلها في الدايره. عشان يبقى عندنا يونيفورم لانجوج. اليونيفورم لانجوج دي هتخليني ابعت النهارده حالا لواحد في اسوان اقول له العام ده كان بيشوف 3 على 12 وانا بعمل له امبليوبيا ثيرابي، فالمره الجايه يجي لك خلي بالك الفيجن كام؟ يبقى يشوف من ايه 3 على 9 يقول لي اه اتحسن. المره اللي بعدها بقى 3 على 6 اتحسن. فاهمين اللعبه؟ فكل ما نبقى بنعرف نعملها على يونيفورم، اللي يعرف يلاقي حد يعملها له انا متبرع من الفكره، يعني وحقوق الملكيه كلها اللي بيعملها يعني. بس يبقى عندنا حاجه حلوه نعمل معانا في يوم من الايام. بس ده كان استخدام جميل للاوبتو كمان اكسبرس. الحاجه الثانيه اللي ممكن نعملها في الفتره اللي هي من 6 ل 24 شهر حاجه اسمها بريفرنشال لوك. يعني ايه بريفرنشال لوك؟ كلمه بريفير مين اللي هيخطف عيني الاول؟ عارفين زمان لما كان واحد يشتري عربيه وتتخبط، ايه النصيحة اللي بيقولوها له؟ ايه بقى؟ أول خطة في العربية يقول له ايه؟ سيبها ليه؟ تاخد العين. يعني ايه تاخد العين؟ يعني كل اللي هيشوف العربية الجديدة يقدر يتغزل فيها، أعرف عربية جديدة ورؤوس الأنوار المستبدة، شفتوا الدنيا بتكسر ازاي؟ لكن أول ما يشوف العربية الجديدة وفيها البوصة اللي في الاكسدام دي يقول ايه؟ يا عيني يا ابني ربنا يعوض عليك. فمين اللي لقط العين؟ الحاجة الغريبة. لو شفت واحد لابس بدلة بمليون جنيه وقميص بنص مليون جنيه ومتواضع فاسترخص القميص شوية، والقميص في بقعة زيت نص سنتي، إيه أول حاجة عينك هتوقع عليها؟ البقعة. طب ممكن موظفة حلو؟ ممكن. الناس اللي بتحط حاجات البروش في البدلة ولا بيحط زراير للقميص ولا بيحط النيك تاي شكلها حلو، هي أصغر من كل الكلام ده حجمه. لكن الكونترست بتاعها لطيف. ده اللي بنعمله. عايزين حاجه تاخد العين. البرفيشنال لوكينج فكرته ان حاجه تاخد العين. لو واحد ماشي في الشارع لقى اثنين ماشيين جنب بعض، واحد لابس قميص ابيض وجنبه واحد لابس قميص احمر، اول حاجه عينه هتقع على القميص الاحمر لان هو كان شايني اكتر. هو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان احنا بنجيب الكروت دي، الكارت ده من ناحيه استرايتد ومن ناحيه ثانيه بلين. كنت لسه بحكي لكم من شويه، واحد لابس قميص مقلم ابيض في لبن، من بعيد شكله بلين لبن،
ساعات تشوف واحد لابس جراي لما تقرب تلاقيه مش جراي، فده بقى اسود، هو بس مقلم وبقى اسود، صح؟ هو ده اللي بيحصل. ان احنا بنجيب الخط ده ساعات ده بيتعامل من ورا ستار، او ساعات بتكون البتاعه دي في النص مخروم، والورا دي بالطفل طبعا بيبقى عامل كفر لعين العينين واحط له جيو قدام عينيه، خلاص؟ واول ما اشوفك اشوف عينه راحت ناحيه الاسترايتد ولا لا، باعتبار هي دي اللي فيها الكونترست. لو اول ما شاف الحاجات دي عينه راحت ناحيه الكونترست يبقى هو بيشوف، خلاص؟ لو عارف يشوف دي يبقى هو بيشوف الكونترست ده، يبقى هو تمام بيشوف دي. هات له الاديه، عارف يشوفها هات له الاديه، عارف يشوفها هات له الاديه لحد ما توصل لدي. دي الكونترست الاقل اللي هو معاه، لو عارف يميزه من ده كويس. في الاخر في واحده استرايتد رفيع قوي، لو عارف يبين لحد الاخر يبقى هو عنده جود فيجن بالبريفرنشال وي، خلاص؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه بدل ما تلعب بالخطوط عرضا وحجما ممكن تلعب بالدنسي بتاعت السور، يعني ده جراي ومرسوم عليه بالابيض بس الخط هنا تخين وواضح والصوره حجمها باين، مش كده؟ مين اللي هيلقطه هنا؟ السمك اللي هو هيبص على دي، اول ما يروح هنا هيروح يطلع السمك. طب لما نرسم مركب تاني هنا بس المركب الالوان بتاعته فين شويه عن السمك، مين اللي هيخطف عينه؟ السمك. المركب لو شايفه، لو مش شايفه عادي خالص، هو مش شايف اللي بيحصل اصلا، خلاص؟ فالبريفرنشال لوكينج ليها طريقتين، اما ان احنا نغير الويت والكونترست، او ان احنا نغير تقل الالم اللي مرسوم بيه الكلام ده. الكلام ده برضه للمره الثانيه موجود على الابلكيشنز، بس للاسف انا مش عارف انها على الاندرويد ولا لا. الابلكيشن اللي انا اعرفه موجود على فيجن اسسمنت، موجود على الاي او اس، اللي عنده ابل او عنده ايباد ممكن يحطه حاليا على الشاشه موجود، وموجود بالشكل بالشكلين دول، خلاص؟ وينفع نحط عندنا بقى الايباد او التابلت، ينفع ناخده واحنا رايحين واحنا جايين ونروح بيه العياده ونعمل حاجه احسن من الشيله الكبيره اللي احنا بنعملها. السن اللي بعد سنتين، خلي بالكوا احنا كل ده كنا بنتحايل على الفتره اللي هي من ست شهور لسنتين، لان انا لسه مش عارف هو بيتحسن ولا لا. طب هو انا فارق معايا قوي في الوقت ده؟ طبعا، لان لو انا بتعامل مع واحد اكسوتروبي او ايزوتروبي او عنده مشكله حول او بعد كاتراك سيرجري او لابس نظاره او عنده انايزوتروبيا، ما دي من الحاجات اللي هتقول لي هو عنده امبروفمنت في امبليوكلا ثيرابي ولا لا؟ يعني عمال اعمل له باتشنج هو بيتحسن او مش بيتحسن، صح؟ نسيت اقول لكم حاجه مهمه قوي. هتجمع ما بين السنتر ستيدي من دنت فيكسيشن ومع البريفرنشال لوك. واخدين بالكم ساعات ان احنا ساعات لما نعمل امبليوكلا ثيرابي، يعني واحد جاي عنده رايت ايزوتروبي وجالي المره اللي بعدها قلت له لا انت عندك امبليوكلا في عينك اليمين اللي فيها ايزوتروبيا، وقبل ما اعمل لك عمليه الحول روح اعمل امبليوكلا ثيرابي، اعمل باتشنج ولا اعمل بتاع، هنتكلم مره على الامبليوكلا بالتفصيل ان شاء الله. لكن لبسنا نظاره او عملنا الامبليوكلا ثيرابي او عملنا اتروبين او عملنا اي حاجه عملناها، ساعات يجوا يشتكوا المره اللي بعدها من حاجه وحشه قوي، هم زعلانين وانا مبسوط. انا مش سادي بس انا مبسوط. ليه؟ يقول لك ده الواد بعد ما كان بيحول عينه اليمين بقى بيعمل ايه؟ بيحول الاثنين. هتبسط انا جدا بالكلام ده. ليه؟ لان بقى عنده التربيشن اوف فيكسيشن. هو ما عادش انا مش شايفها كده، انا شايفها العكس. انتوا عارفين لما كانت بتقول له هات كده الفطار، الله هتفطروا ايه زي كل يوم؟ ولا تفطروا كل يوم؟ هي دي. احنا عندنا فيكسيشن كان بالليفت بس. المره دي هو ما بقاش يحول عينه الشمال. هو بقى بيفكس باليمين. يعني الحول باقي والفكسيشن هو متغير. يعني بعد ما كان بيحكم اليمين بس، وفي اللحظه اللي بقى يحكم فيها الشمال بقى عارف يعمل فكسيشن باليمين. فمعناه انه بدا اول علامات التحسن او من علامات التحسن الحلوه ان هو يكون عنده الترنيشن اوف فكسيشن. اللي يعرف يعمل الترنيشن اوف فكسيشن معناه انه فيجن اتحسن. طب عارف يعمل سنتر ستيدي من دين فيكسيشن باليمين دلوقتي، ولما بيتخير بين العينتين ما زال عارف يمنتين، يبقى ايه؟ يبقى بديفلوب سنترال ستيدي من دين فيكسيشن وما عادش عنده بريفرنس، ما عادش عنده صوتين انه يحكم دي ولا يحكم دي. فدي مهمه بس نخليها في بالنا واحنا بنتابع علامات الامبروفمنت فيجن.
ده كان لحد سن السنتين. بعد السنتين يعني ينفع نعمل حاجه اسمها بيكتشر ماتشنج، مش لازم نسمي الاسامي باساميها خلاص. يعني ممكن اوري الطفل على البروجيكتور بتاعي الصور دي واقول له مين هنا زيهم خلاص. بعد سن سنتين في اطفال بيكونوا انتلكشوالي كويسين وحلوين ومظبطين كده، وينفع نتعامل معاهم بلطف لو فهمناهم احنا بنلعب اللعبه. وعلى كل لعبه ستار ولا كل لعبه هديه ولا سقفه ولا اي بتاع اي ريورد يعني عنده بريزنت، وفي الاخر نقول له كده. وفي الاخر اللي عمل الصور دي سواء الحاجات اللي هي شورت او الحاجات اللي عاملينها وبتتباع بفلوس كتير قوي، احنا ممكن نعملها في عياداتنا ببساطه جدا بكاميرا التليفون حضراتكم، صوروا البروجيكتور بتاعكم. يعني اي حد عنده بروجيكتور في العياده او حتى اللي عنده فانوس بيتم الفانوس على الصور دي، صور ده بتليفونك وروح لاي مكتبه اعمل لها برنت اوت باي حاجه وشاور له على العلامه وقول له مين فيها زيادة ببساطه. يعني مش لازم اجيب شورت مطبوع من معتمد من المطابع الامريكيه، فممكن ان انا اصور دي بتليفوني. انا عامل في عيادتي لما اصور الشاشه بتاعتي بالصور اللي عندي بعمل كده. فلما نخلي الكلام ده نقول له مين شكله دول، بس انصحكم دي خليها متاخر شويه، يعني خلينا حاجات فاميليار اكتر، يعني حاجات فاميليار اكتر مع البيشنت ان هو يعرف يبص عليها ويشوف احسن، فابدا اخد رايه في حاجات هو متعود عليها. الحاجه الثانيه الحاجات دي هو عارف شكلها، ما توصلش ويقول اسمها. لسه السنتين ده مش دايما الفوكابولري بتاعه حلو يعني، والكلام عنده محترم قوي من سنتين لثلاثه، فما تعتمدش قوي على كده. بعد الثلاث سنين انا ممكن استخدم نفس الكلام واي كان نوميت. نصيحه لوجه الليل، نصيحه لوجه الليل، اللي يبدا يسال الاطفال في الاشكال دي خلاص، احنا مش في درس تخاطب ولا في الحضانه، انا عايزه يسميها باي اسم. يعني شاف البطه قال لك دي زرافه، خلاص اتفقنا ان دي زرافه، خلاص هنكمل النظره. شاف الورده وقال لك ان هي بنينه، هي بنين، انا راضي. كتير قوي الناس يقول له مثلا ايه دي؟ يقول له وزه، يقول له بطه وزه يا عم خلاص وزه وزه، يعني احنا في عرض وحياه الفجعه، ماشي حلو. فدي تمام. فاتفقوا مع بعض على اسامي قبل ما تبدا تسلك. خلي مامته وبابا يشيلوه، او لو انت مصور دي في عيادتك. قول لهم اخرجوا بره. اتفقوا مع بعض على الصور وتعالوا. في الاخر شاف دي قال لك دي حمام، هي حمام. انا موافق. مش لازم فراشه. خلاص؟ كتير من الامهات بيغلطوا الغلطه دي، طبعا مع دخول المدارس المدارس رفع القسط بتاع المدرسه، فتيجي توري له الارقام 1 2 3 ايه دي؟ يقول له 4، يقول له 4 100 في 60 في 70 اسمها 4. خلاص يا حاج روح روح بيتك في بيتكم، يعني انا ما تصغرش مخك، احنا عايزين نتفق على اي كلام. فهو لما احنا نبص على المنظر ده هنتفق على صوره، يعني ده ايه؟ قال لك معانا، هي معانا. ديك بقى فرخه مش موضوعنا، بس احنا اتفقنا ان هي معانا. اللانجوج اللي هيقولها خدها منه وانبسط. خلاص؟ فهنا ممكن هنا نومينيت الحاجات. الحاجه الثانيه لما نيجي نقيس الفيجن في واحد عنده عين انا اكسبكت انها تكون ضعيفه، خليها باخر. وده مشهد مشهور جدا بعد الامبليوبيا تريتمنت. واحد جاي يشوف عينه دي 6-6 والعين الثانيه بتشوف 0.2 او 0.1. لما يجي لك الزياره الثانيه ابدا اسسمنت اوف فيجن بالعين القويه. ليه قويه؟ اولا عشان تتاكد ان هو بيشوف اصلا. يعني احنا هنتفق على 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 التسميات والشوافير والحاجات دي، او ان هو عارف اسامي الحاجات. خلاص؟ يعني ممكن يكون كاشف عند حد ثاني، او كاشف عندي انا في مكان ثاني، او كاشف عندي مره بالالعاب والمره دي بشوف له الفيجرز يمين وشمال، فابدا بالعين الاقوى. الحاجة الثانية هو لما يكتشف نفسه انه بيشوف بالعين القوية هيكون فرحان بنفسه جدا. في قانون في الدسكشن دايما الناس اللي بتشتغل في تيم وبيبدا ياخد افكار، يعني لو قررنا دلوقتي نعمل اي بروجكت وانا قررت اليك التيم ده عشان ناخد افكار. فيجي واحد يقول اقتراح، اول واحد يقول اقتراح، احنا عايزين نعمل في البروجكت ده اول حاجة مهمة نعملها الترفيه. نجيب مراكيح وغزل البنات في شغل. قلت انا اجيب له ايه؟ ايه القرف ده؟ ما بنتكلم في مشروع كبير دلوقتي. دي بيسموها ديسكشن بوينت اوف نو بات. يعني ايه نو بات؟ مش هينفع عشان في الاولويه الثانيه. ايه اللي هيحصل للشخص ده بالتيم؟ مش هيقول حاجه. هشحطها. خلاص؟
طب ايه الطريقه الثانيه الامثل اسمها يس اند نعم وي اه صح حلوه دي ونحب نخليها بعد ما نخلص عشان نشوف هنحطها فين مهم موضوع غزل البنات ده جامد جدا هنخليه الاخر خلاص فهو حس ان هي فكره ايه قويه هيعرف يبدا بالمود تاني فما تلاقي طفل بيقول كلام تخليف اولا ما تصدوش من اول مره يعني قلت له الصوره دي صوره ايه قال لك دي شمسيه برافو انت هايل بس هي الشمسيه شكلها كده قوي يعني ولا الشمسيه نقعد نلعب بالموضوع لكن الحركه المشهوره ايه دي شمسيه ركز يا حمار هو قفل خالص هو حتى لو شايف بعد كده مش هايل فدايما ستارت ويز بريزنج خلي بالكوا الكلام ده مع الكبار برضه لو جيت لواحد في الاول بتقول له العلامه دي مفتوحه فين؟ قال لك شمال قلت له لا يا حاج ركز او غلط من اولها كده هو خلاص هيستسلم يقول لك مش شايف فاللي بيشوف فيجن لطفل ابدا بالعين القويه عشان يحس ان هو شايف احسن امدح اللي بيقوله حتى لو اي بطيخ وطبعا اصبر لاهله لان انت في اللحظه اللي هتقوله صح هيقول لك اه بطيخ ما اتفتح انت البعيد انت كمان مش شايف كده يعني فهتسمعوا الكومنت ده كتير جدا لازم تبقوا متفهمين ان انتوا هو طفل في الاخر هيبقى بلوكر فالمنظر ده مهم قوي سن 3 سنين ده وقت مهم ان احنا نعمل نومينيشن ما عرفتش تعمل نومينيشن ولا حاجه ارجع للمنشي ما جراش حاجه احنا مش هدفنا نسميه احنا مش جلسه تخاطب احنا بنشوف هو شايف ولا لا 4 سنين بقى ممكن نختار على حسب الانتلكشوال فانكشنز بتاعته نشوف صور مفيش مانع نشوف العلامات مفيش مشكله نشوف الحروف مفيش مانع نشوف صور ثانيه اللي انتوا عايزينه بس بعد 4 سنين ممكن اتعامل معاه معامله الادلت وبس طب الكلام اللي فات ده بلد ان احنا نعمله في ناس كبار طبعا افرضوا واحد مش متعلم لازم اقول له اي بي سي انت ازاي يا حاج لحد دلوقتي مش عارف السي دي فور ازاي ينفع واحد منتالي امبيرد عنده كتير بتشوفوها وهنشوفها كتير قوي واحد عنده مشكله سي بي ولا واحد عنده حاجه هو سنه دلوقتي 10 و12 سنه وانت مصر وتقول له طبعا الجداول المطروحه فانت الان طلع نظر بالنوميشن اوف ايمجز المفروض اما اقول لك يمين وشمال تقول وانت ازاي متخلف عقليا؟ ينفع عارف ان المنتال ايدج بتاعه دلوقتي او الحاله اللي هو فيها كده ينفع اعمل واحد مش منتال ريتارد ان انا بس اشوف الكلوكن طبعا كلكم استدعيتوا المستشفيات في يوم من الايام وقال لك تعالوا شوف العيان في الاي سي وشوف احنا عنده العيان ده احنا عاملين له برين تيومر اكسجن ولا عاملين له اوربت اكسجن وكل اعتمادك تقول له لا الحمد لله الجيم ريفلكس شغال هو بيشوف فانا مطمن او عنده دازنج ريفلكس سليم فبيشوف او واحد خارج من كوم فبيشوف او واحد خارج بوست تروماتيك بعد كونكشن ولا بعد اي سيريبرال كونكشن ولا حاجه خلاص فان انا ابقى عارف ان انا بشوف فيجن في انهي مرحله مهم وما تشرطهاش بسن لان ممكن يكون كبير عنده منتال انفيرمنت ممكن يكون ما عندوش اي منتال انفيرمنت لكن عنده مشكله اكسنت حاجه حصلت له دلوقتي ف يعني احب نراجع بس دايما الفيجن اهم حاجه عايز اطلع بيها النهارده بلاش تصدر مخك ان لازم اقيس الفيجن وراتشايل من اول فيها حاول تسعى لها ومش عيب خالص تخليها اخر العيادة يعني ممكن بعد ما تخلص خالص وتشوف الدايركت فاندس بيجرون هتقول يوم تاني او خلوني استنى ما اخلص عشان عايز اقعد معاه نص ساعه ساعات بيكون القرار كده يعني ساعات كتير قوي من الناس بقول لهم هو عنده انترنت تيكس وعنده عين امبيدور اسهل حاجه هنقولها ايه؟ طلع البريزمات دول 30 بريزم عامل له لا انت عشان سامعين واخد قرار رافع على طول الارض وزار الاوليه وكل الاوليه قالوا له هنعمل لك بايلات عشان سامعين وكان المشكله كلها انك ممكن تعمل له عمليه ثيرابي ويخف من غير عمليه ده عندهم مور ذان 50% انسنس ان الاكسوتروبيا تروح بس بالامبيوتر ثيرابي وحتى لو الامبيوتر ثيرابي جاب نتيجه وفضل الحول البوست اوبرت الريزلتس بتاعت الالاينمنت احسن بكتير وهو بيشوف والريكرنس ريت اقل فالفيجن اسسمنت مهم وانا باخد القرار سيرجيكال مهم للكاونسل وانا بقول للبيشنت احنا بنعمل الكلام ده
مره حد قالها لي وانا انساها. طفل صغير جاي عامل سكسسفول استرابيزم سيرجي عند حد محترم جدا وجاي كله مشكلته ان هو كان عنده انيسوتروبيا وكان اللي بيعمل له الكلام ده مكسر بس يعمل له فيجن اسسمنت او استصعبها او بلبس عليه وحد شاطر جدا ممكن تحصل معايا ومعايا حد وهم طنشوا واتبسطوا بشكل حقيقي فبطلوا يروحوا بدل ما كان بيروح كل 3 ل 6 شهور بقى بيروح كل سنه وسنتين. طب لما يجي لك وعنده 8 9 سنين وعنده امبليوكي بقى الامبليوكي هيكون صعب. كان حلها فين؟ الفيجن اسسمنت من اول مره يعني ان انا بشوف باي طريقه according to age او حتى لما كان الحول موجود كان عندي ميزه ان انا اشوف البريفرنس اوف فيكسيشن. لما عرفت الحول فقدت طول مهم ان انا كان ممكن اشوف ان طول الوقت عنده وايت ايزوتروبيا او ريخت ايزوتروبيا فاعرف ان اللي عندي لما بقفل الاولانيه الفيكسيشن بتاعه بيكون ايه؟ اقل. تمام؟ طيب شوفوا بقى الضربه عشان